طيب يا دكتوره معلش في مكالمه الاستاذه ناديه انها بتقول انها شافت رؤيا بتقول الكلام اللي بتقولي ده كله. مساء الخير يا استاذه ناديه. الو مساء النور يا فندم. تحت امرك اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وبحيي حضرتك والدكتوره وكل العاملين على البرنامج. وانا فعلا انا يعني مصدقه حضرتك لدرجه ان انا متوتره جدا لان انا شفت رؤيا بس من اكتر من 20 يعني من حوالي 20 سنه كده. فيها نفس الشكل اللي حضرتك جبتيه اللي هم الناس اللي هم ما لهمش يعني اعضاء ولا اي حاجه خالص وكده. وفعلا شفتهم طالعين من مكان انا استغربت يعني كنت واقفه في مكان تاني خالص ولقيتهم بيجروا يمين وشمال يعني بين بس ده في رؤيه ده في رؤيه ولا في الواقع لان في ناس كتير شافتهم في الواقع يعني ده رؤيه ولا في الواقع لا في رؤيه يا فندم سيبك كده رؤيه لا رؤيه في المنام ولا رؤيه في لا في المنام لدرجه ان انا حكيتها وحكيتها لاحد المشايخ وكان قاعد معاه كمان ناس بان هما بيشوفوا اذا كانت انا بقول كذب او صدق او كذا. الشيخ دوت دلوقتي اصبح ان هو اشهر واحد معالج بالقران يعني. بس انت متاكده ان هو كنت نايمه؟ ايوه يا فندم. يعني لان للاسف في ناس كتير قوي بيشوفوا لكن ما فيش دراسات بتعمل زي بره ان بيتم حصر الناس دي وفي ناس بتختطف على فكره وفي والكلام ده بيحصل عندنا في العالم العربي لكن ما فيش حصر ليه. طب كملي يا استاذه ناديه الاول اتفضلي. احنا خدي يعني ابلعي ريقك يعني ما فيش. انا بقى كنت بحلم ولا حلمت كذا مره بحلم كذا مره بحلم ان انا تحت الارض وان في شجر بس حديد زي الحديد كده يعني بس لما بقوم بنسى كل حاجة ودلوقتي اصبحت يعني وبعدين تعرضت لسحر غريب جدا يعني بني يعني شخص عادي بيسحر الجن طبعا الناس هتقول دي بتقول كلام مش مظبوط لكن اقسم بالله ان هو بيسحر الجن في هيئة انسان وكنت بتعامل معاه في عمل يعني في شغل بس تركته وقعدت في البيت خالص لدرجة ان هو بيقول لي يعني مثلا لما كنت ببقى ماشية من بيتي من مكتب لعنده حد هيحصل لي بكذا ويحصل لي بكذا ويحصل كذا وقال لي عن حاجات بتحصل من سنوات يعني لحد النهاردة بتحصل ويقول لي فاكرة اللي كلمتيها مش عارف شكلها ايه فاكرة اللي كانت قاعدة فين دي كذا اهي وابص الاقيها جايبها لي قدامي يعني حاجات غريبة لدرجة يعني دلوقتي الناس اللي بتكدب ان في سحر وفي ناس زي كده مخربين في الارض ارجو انا بس عايز ادعو الناس ان هم يتمسكوا بالدين وبالله وكده وانا مصدقة حضرتك في كل اللي بتقوليه ده. طيب المهم انت لما شفت الرؤية ونزلت في وحسيت ان في الرؤية انك انت كأنك تحت الارض. أيوة. شفت ايه بقى تحت الارض؟ مش فاكرة بصراحة انا مش فاكرة اللي انا كنت تحت الارض مش فاكرة اي حاجة خالص. طيب وبصراحة اول مرة طيب عندك حاجة تانية يا استاذة نادية عايزة تقوليها؟ لا انا عايزة اقول للناس ان هم يصدقوا بس ويتمسكوا بدينهم وبالقرآن يعني ان احنا هنتغلب على كل ده بإيماننا وبالقرآننا وكده ان شاء الله. انا عارفة اني بتكلم بطريقة يعني مش لا ولا يهم ولا يهم. شكرا يا استاذة نادية شكرا لحضرتك يا فندم. وانا برضو يعني طبعا انا يعني مش علق يعني على اساس ان هي رؤية او كده بس عايزة اقول على نقطة ان في ناس برا من الناس اللي تم اختطافهم وارجاعهم بيشوفوا الموضوع على انه رؤية او يحس ان حصل له حاجة بس هو رجع ما مرش وقت او كذا او انه شاف رؤية فالناس دي لما جمعوها وبعدين ابتدى الناس يتيقنوا ودراسات وعملوا دراسات فعملوا عليهم دراسات وعملوا عليهم تنويم مغناطيسي وعمل عليهم رصد وحصر وكده عشان يتأكدوا ان كلامهم حقيقي. للاسف طبعا احنا ما ديناش ده في الوطن العربي ففي كتير مثلا ممكن يتعرضوا لتجارب او ممكن يتعرضوا لكذا لكن يخشوا ان هم يحكوها او ان هي تدخل في نطاق الاعمال والسحر والكلام دوت. لكن في فعلا ولو حتى هيقولوا زي ما بيختطف من بره في بيختطف من هنا وفي حاجات مختلفه في مشاهدات مختلفه وفي ناس شافت يعني احنا عملنا حصر لمجموعه ناس ومتعلمين جدا ودكاتره ومنهم دكاتره جامعين وشافوا بعض كائنات وكائنات من اللي هم الريبتاليز اللي هم الزواحف ودول كمان من الصعب جدا رؤيتهم الا لو كان تم مثلا عمليه اختطاف او كذا.
يعني من نوع غير مرئي. كمان في خطر جامد جدا من الريبتاليانز والتعامل معهم او الزواحف، ان الجنس دوت بيتغذى اساسا على الطاقه السلبيه. ناس مثلا ممكن تستغرب، يعني مثلا احنا عندنا جنس الجريز او الرماديين، دول بيتغذوا عن طريق امتصاص الماده الغذائيه بالجسم بالجلد عندهم قدره على امتصاص اللحوم، يعني اللي هو المرحوم يعني اللي يعني في مثلا بيتم حول العالم وخاصه في امريكا بجوار اللي هي القواعد الجوف ارضيه وكذا، في طريقه معينه بيلاقوا المواشي بتاعتهم مقتوله ودايما اللسان والدم ممصوص وكذا. ليه؟ لان هم بيهتموا بالحاجات اللي فيها لحوم طريه وفيها اغشيه مخاطيه وانزيمات، بيمتصوها عن طريق الجلد وبيطلعوها طريق الجلد. مشكله الزواحف ان دولت بقى ما بياكلوش بقى، دول الطاقه السلبيه، ان هم بيتغذوا اساسا على الطاقه السلبيه. وعشان كده برضو نرجع لموضوعنا، ليه هم بيرسخوا الطاقه السلبيه على الارض؟ عشان التاهيل لاستجلاب هذا النوع من الشياطين. الزواحف دول يا جماعة أساسا اللي هم الزواحف الأعتى أنواع الزواحف أساسا بيسكنوا زي ما قلنا ألفا دراكونيس، دول هم بيسموا إكسترا تيريستريال اللي هم الفضائيين، زواحف الفضائية. النوع اللي هو بيعيش بين الأرض وبتاع بيتم استجلابه ده اسمه انتر دايمنشنال ريبتيليانز، أو الزواحف اللي هي المتوسطة البعد اللي هي بتنتقل بين البعدين. هم بيستجلبوهم بيحضروهم يعني شغل الجن بقى بيحضروهم يعني. ودول قدراتهم تفوق الجن الرمادي الارضي، تفوق الشياطين الارضيه يعني، دول قدراتهم اعلى. دول بيتغذوا على الطاقه السلبيه من الانسان، وعشان كده كتير بيتدخلوا في احداث الحاجات اللي طيب يعني الطاقه السلبيه اللي هي الفتن، الحروب، الشر، الدماء، الشر، الغل، الحقد، كل ما هو بعيد عن عندهم بقى قدرات عاليه جدا. اولا الجريز والزواحف، اسمحوا لي ان انا اقول ده، انا يعني الايه القرانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بتقول ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم واذا لتولوا معرضين. الايه دي فيها اشاره، لان القران برضو في تعميم، طالما المعنى يقبل ففي تعميم. الايه دي فيها اشاره للي هم الجريز والزواحف، لان دول بيتعاملوا عن طريق التخاطر، ليس لهم، ما بيتكلموش ولا بيسمعوا، مش الناس ما تاخدش السم البكم اللي هم الناس اللي عيني اللي ما بي هم عندهم قدرات عاليه جدا على التخاطر. مشكله بقى الزواحف ان هم نتيجه لبراعتهم في اسلوب التخاطر عندهم قدره على استفزاز الطاقات السلبيه في الانسان، يعني يخلوه يعمل حاجه سيئه زي الشياطين عامه، بس يدفعوه يقتل، يعمل بتاعي لاعمال اجراميه، لان هم بيتغذوا على ناتج هذه الاعمال الاجراميه من الطاقات السلبيه اللي بتنتج عنها. يعني حاله الهياج اللي في الشارع المصري ما نستبعدش ان هم يكونوا شغالين بيولع في هذه المسائل. ايوه، هم بيتغذوا بالاساس على الطاقه السلبيه، وقادرين على استفزاز الاخرين او احداث مثلا كوارث، بحيث ان هم يتدخلوا في دوت بيتغذوا على الطاقه السلبيه. فالنقطه بس